هو ايديك يا ربيعه. الله معاك. ربيعه الدكتوره شهد وينها؟ ما شفتها اليوم دكتور. شيء حلو والله. اعطيني اطباله تبع القسطره تبع المريض 101. سميرة جاهزة ابري؟ يلا جاهزة. عم توجعني. لا 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 شو ابري شو ابري بدي الدكتور خالد هلا هلا جيبوا لي الدكتور خالد جراح. صباح الخير دكتور، قالوا لي انك طالبني. صباح النور دكتورة جاهزة. بصراحة ما كنت متخيل ابدا انه اهمالك يخليك تصلي لمرحلة تتأخري عن جولتك الصباحية على المرضى تبعك. دكتور انا دكتور شو؟ دكتور شو؟ لسه زادت عن حدها كثير. انت هون طبيبي مالك هوي لحتى تداومي وتغيبي على كيفك. دكتور اسمعني شو بدي اسمعك؟ شو بدك تقولي؟ تفضلي احكي، تفضلي احكي. انا اليوم لو مو بالصدفه مرقت ما كنت عرفت انك مالك موجوده. ما عندك ادنى احساس بالمسؤوليه؟ بس اعطيني فرصه اشرح لك. تفضلي تفضلي اشرحي شرفي، عم بسمعك. تفضلي. اليوم كان في محاضرة للدكتور أكرم الحسيني بمدرج الجامعة وإدارة المشفى، بما فيهم حضرتك رشحتوني أنا لروح أحضرها. وكيف كانت المحاضرة؟ عن إذنك دكتور. شاهد دكتورة حضري المريض غرفة 101 القسطرة. حاضر. إرجع للدكتور خالد الجراح توجه لقسم الإسعاف للضرورة الفورة. الدكتور خالد الجراح توجه لا 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 وين لا كمان. مرحبا مرحبا. شوفي الدكتور خالد وصل. جن بحس معين بهالمشفى بس مشان يبهدلني ويراقبني. ليش شو صاير بيناتكم؟ بيبعدني احنا المحاضرة عنه، بيبهدلني لاني حضرتها، وفوق منا بينادي لي فكر بكل البراءة انه عم بينادي لي قدامها مغرغرة بعينه مشان يعتذر مني من شدة الندم والاسف وتعذيب الضمير، بيوقف بيقول لي بقدر بوسان لمولية قسطرة. ايه قسما بالله العظيم لو ما عقلي كبير وبرجي هادي ورومانسي ما بحب المشاكل، لكن ارتكبت فيه الفظايع لكن شنعت فيه. دكتورة شهد مريض قسطرة صار جاهز. الدكتور خالد وصل؟ لا والله بعده مو مبين. قلتي لي كنتي شنعتي فيه؟ روحي 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 شنعي. ما كثير بتوجع. ايوه شو هالتطورات يا دكتور خالد؟ لو بنعرفك بتحب الفرافير الصغار كنا صغرنا حالنا. شو قصتك انت؟ كأنك كثير مهتمة بدكتور خالد. مهتمة؟ كيف بده يهمني هو عم بهدلني على الطلعة وعلى النازلة؟ بس اللي لفت نظري تبويس الأيادي، يعني مو معقول، والله تقيل علينا كل هالمستجدات، بس لو أعرف شو برجع. هو تبع الغرفة هيك؟ حرام عليك، أنت كثير سخنطورة. ما هذا اللي بنخاف منه، لأنه الهوارين ما بتعجبك القطط الناعمة. لك آخ بس لو سمع الدكتور خالد. تأخرت عليكم ما أنا آسف آسف دكتورة صبا. جاهزين القسطرة؟ إيه جاهزين. تفضلوا تفضلوا. ما بعرف ليش مو حابة أروح. لا تزعلي مني، هلا أنت أكبر مني والأكبر منك بسنة أعرف منك بكتير، بس مع هيك هلا جد بني روحي شوفي. خلص رح شوف. ماشي باي. عرفي لي شو برجو ايه؟ ايه مهوني. مرحبا. اهلين. قديش بدك مصاري؟ 570 ليرة. جاكي عميلي فنجان قهوة. حاضر. تخلي الغراض عن المطبخ، البيت صارت ريحته كلها بصر. حاضر مدام. انتي بنت الدكتور خالد؟ سوزان خالد الجراح. دكتورة شهد برجي الحمل. وأنا كمان برجي الحمل. واو معناتها أنتِ حنونة وعاطفية ومزاجية وخيالك قصب وقيادي. أنتِ بتعرفي كمان إنه يلي برجن الحمل إذا حسوا حالهم وقلقانين بيقلقوا بزيادة؟ صحيح أنا هيك. إذا ما كنت قلقانة بخلق أي شيء لحتى يقلقني. صحيح. أبوكي شو برجه؟ العقرب.
عقرب. ايه ظرف. وليد برج العقرب كثير ظرف. خبروني معه. يلا مع السلامة. اهلين دكتور خالد. اهلين بابا. ليش ما عرفتني على الدكتوره شهوده من زمان؟ بتطير العقل. ايه على اذنكم. باي باي سوزان. بشوفك. ايه اكيد. يلا بالاذن دكتور. تفضلي تفضلي. طمنيني بابا، كيف صرتي؟ ان شاء الله احسن. صبا انا بوعدك انك رح تكوني كثير 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 سعيده معي لو وافقتي تبلشي حياتك من جديد. بس أنا كتير مرتاحة بحياتي وما لي مفكرة أبداً أني أغيرها. ما بعرف كيف مرتاحة أساساً. بشك كيف وأنت موقفة كل حياتك بس بانتظار المجهول. صبا أنت عن جد مقررة تتركي لعصام تصحي من حياته ولا عم تستني يرجع لك ويرجع لبنتك؟ أنا ما عم فكر بعصام. بس شو بس؟ انت لسه باول شبابك، عصبيه مثل القمر. بس ما بعرف، عم تفكري وكانه عمرك 60 سنه، يعني وكانه بايام بحياتك كم يوم بتعيشيهم بالسلام بدون ما تنتبهي لحالك نهائيا. سبب من حقك يكون جنبك حدا يحبك. جوزي خاف عليكي وينتبه عليكي وعلى بنتك. انا ما فيني ادعي انه فيني يكون يعني ابوها الحقيقي لغنى، بس صدقيني وقت قربت منها واعطيتها كم درس كثير حبيتها. حبيتها من قلبي. ايه وحسيت انه انا فيني اعوضها. هلا بعرف انت كثير مرتاحه ومبسوطه بالحياه مع عائله عصام، عمو سليم ولا خالي ملك ولا وسيم، عالم كثير صغار، الحياه معهم كثير مريحه. بس انت وينك؟ وين كيانك بالعائله؟ وين استقلالك؟ بدك تضلي هيك عايشه فرد؟ افترضي بكره رجع عصام ومعه ومرته وابنه، شو بده يصير؟ حتكوني ضيف غير مرحب فيه ببيته؟ رح تضطري اجباري تطلعي مشان مرته وابنه يفوتوا؟ هيك بتكوني مرتاحه؟ هي الراحه اللي انت عم تدوري عليها؟ بكره غنى بتكبر، بصير عندها عالمها ورفقاتها، بتنخطب بتتزوج وبتروح، بتلتفتي بتلاقي حالك وحيده. بتلاقي حالك مضيعة أحلى سنين عمرك على شو؟ على وهم. أنا ما عم بضغط عليك السبع ولا بدي أجبرك تعملي شيء أنا بدي إياه. أنا عم بحكي عن جد، بحبك عن جد ورح كون جنبك عن جد شو ما كان قرار. يعني حتى لو قلتي لي ما بدي ما رح أتخلى عنك، رح ضل جنبك وساعدك وآزرك إمتى ما بدك. أساساً الحقيقة أنا شرفني تكون جنب وحدة مثلي، حدا محترم مثلي. صبا أنا والله العظيم بحبك. أهلين حبيبي. لا أنا منيحة كثير، لساتني بالمركز عندي شوية شغل. إيه تقبرني ما رح أتأخر. أنا منيحة منيحة منيحة. سبحان الله، أول ما شفت لهالبنت قلت هي البنت اللي بدي أقضي حياتي معها. حسيت الحلم اللي عم دور عليه طول عمري. في شي جذبني، في شي سحبني. ما شاء الله يخزي العين. شو أستاذ تيم؟ شايفك غرقان لقرايط أدنية؟ بدك صراحة مفا،
أنا رح أطحش اللي بده يصير يصير. بس بدك تفهمني تفاصيل هاي الأطحش، لأنه أطحش عن أطحش بتختلف كتير. يعني أنا ما عدرت عليها بقصص هاي الصداقة ومثلك مثل غيرك. يا بتقبل تتزوجني يا بتقبل تتزوجني. ها يغزي العين، ما شاء الله عندك شو ديمقراطي يا أستاذ تيم. لا لا لا، هي قصة مو خناقة ولا شيء. هي الكيمياء اللي بتصير بين شخصين، بيعود أنت ما عاد فيك تفصل بيناتهم، وكأنه هن مخلوقين لبعض من قبل ما يخلقوا. الله أكبر، عم بتقول شعر كمان، معناها جهز حالك، إجاك الدور، رح يلزبوك حبوب وجع الراس. إنه الحب يا صديقي. ويحك، بس كمان ما لازم تنسى إنه هالإنسانة ما أنا إنسانة عادية. هاي إنسانة فهمانة، فايتة وطالعة وشايفة وعندها خبرة كتير مهمة بالحياة. وين المشكلة؟ أنا هذا الحكي كله ما بيهمني. موفق أنا مقتنع إنه هاي البنت يلي بتناسبني ويلي بدي أقضي حياتي كلها معها. زعلانة على اللي عملتيه فايز، مو هيك مامي؟ مو زعلانة على حدا. أصلا اللي عملته كان لازم أعمله من زمان. ليك شلون ما كلف خاطره حتى يمسك سماعة التليفون ويعتذر مني؟ ليك قال لي أنا ندمان، سامحيني، ارجعي لي من شان الله. ولك يعيط، يبعق بوشي، يقول لي أنت خطيبتي يا حبيبتي، شلون ترمي المحبس بوشي بهي الطريقة؟ طبعاً عم يستناني هلا لحتى أنا أتصل فيه وقول له بليز من شان الله ارجع لي، أرجوك ارجع لي، ما فيني أعيش بلاك، لأنه أنت هيك عودتيه. إيه لا، لا مو صح. أصلاً هلا هو بيكون جانن عليك، بس قال يعني شو مكبر راسه. يكبر راسه، أصلاً ما بقى تفرق معي. لا، شو ما تفرق معك مامي؟ ما بصير هيك. صبوحة، صار وخلص، إيه؟ لا مو خلص. فايز لازم يرجع لك، يعني لازم يرجع لك، اليوم قبل بكرة. مجرد فضول، حبيت اعرف مين هي البنت اللي كانت مايا. مين مايا؟ حبيبة قلبي هي اللي دلتني على هذا المكان. مزوقة هالمايا كثير. مزوقة بس؟ بدك تقولي بتطير العقل. طلع لأخوك. مايا اختك؟ من يوم ما انخطبت عزمتني هي وختي على بيت، وصرت كل اسبوع اجي اكل معه. عنده اكلة سمك؟ اوف. ايه وانا بحب السمك كثير. بس لك السمك هون بحبه اكثر. ايه شكر لي مايا كثير نيابة عني، وقل لها انه ذوقك حلو طالع من اخوك. بتحبي شيء خاص مع السمك؟ لا خلص، اليوم كله رح يكون على ذوقك، طالما العيلة كلها هيك ذوقها حلو. سطحي تختك وإني. انت شو؟ لك يلا خلصيني ربعي شوي. شو في؟ لك سطحي. اتصلت بخطيبك، قلت له انك مرضانة ومو قدرانة ترفعي راسك من زعلك وندمك على فراقه. بس انا ماني ندمانة وزعلانة على فراقه. اسكتي هلا، خليني ادهن لك وشك بالعصفر. ليش العصفر؟ لك مشان يصفر. يلا صفرني مامي وزغلي لعيونك. اوه صبوحة شوي زغلي لعيوني. ولك مثل ما عم اقول لك ساوي يلا ماما، واني قد ما بتقدري اني. ها شايفه ليكو اجا ركض. شفتي قديش بحبك مامي؟ الله يرضى عليكي. لا بقى تزعلي مني، ليكي صفرني وزغلي لعيونك واني يلا بدك اواق اواق. عن جد طيب. مليون صفحه. شو هاد؟ كأنه خاتم؟ بعرف إنه خاتم، بس شو جابه لجوات السمكة؟ شو السمكة بقى ما تقوشي؟ شو القصة؟
تتزوجها.